بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله جل ذكره شرف أهل العلم الشرعي على غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى مبينا أنه يرفعهم درجات، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة في شيء إلا في العلم، لأن العلم فيه زيادة درجته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: وقل رب زدني علما. وبين عز وجل أن أشد الناس له خشية هم العلماء، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لا يعني في أمثال هذه الآيات علماء الدنيا، علماء الحساب أو الهندسة أو الطب أو الصناعة أو الزراعة وغير ذلك، لأن أكثر هؤلاء يعني لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى فضلا عن أن يخافه أو يتقيه عز وجل. وكما بينا من قبل، هؤلاء الذين فرحوا بما عنده من العلم أو بظاهر من الحياة الدنيا جعل الله عندهم كالجهل في قوله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فأجل من قوله لا يعلمون قوله يعلمون، فدل على أن هذا العلم كلا علم ما دام متوقفا على ظاهر الحياة الدنيا دون أن ينفذ إلى باطن ذلك مما في هذا العلم من آيات ودلائل توحيد الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى واصفا أهل الكفر وأهل الشرك بالضلال وبالجهل حتى ولو كانوا على علم بعلوم الدنيا. قال تبارك وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال أيضا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، مشيرا بذلك إلى المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوصف أكثر أهل الأرض بالجهل على ما كانوا عليه من علم بعمارة الدنيا ومهارة في الصناعة والزراعة ونحو ذلك. فإذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يكون في تناقض، فبين في بعض الأحاديث الأثر الساعة أنه يظهر الجهل ويرفع العلم، يظهر الجهل ويرفع العلم. فإذا تأملنا واقع الناس اليوم وجدنا ظهور العلم الدنيوي ويعني انتشار الجهل بأمور الدين، حتى تفاجأ أن من الناس من لا يعرف أصلا الصلاة واجبة. الشخص يحكي ويقول يحكي قصة بداية أنه ابتدأ المواظبة على الصلاة في سن 40. لماذا؟ لأنه وجد كتابا عند أحد جاعة الجرائد عنوانه حكم تارك الصلاة، كان وقتها بقروش بسيطة في الصلاة، ففوجئ بأن الصلاة واجب أو أن الصلاة فريضة. ولا ندري كيف نصدق، كان يتخيل أن إنسان يعيش في وسط المسلمين ثم يجهل أن الصلاة فريضة، بل هي عمود الدين الأعظم بعد التوحيد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أو تلك التائبة أو الفنانة التائبة التي تقول إنها لم تكن تعرف أصلا أن الحجاب واجب، أن الحجاب شيء اختياري. وهكذا من مظاهر غربة الدين في هذا الزمان، كلها ناشئة عن أن الجهل بالعلم الديني يعني هو الذي يشيع، ومع اجتهاد الناس في تحصيل علوم الدنيا ولو على حساب الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعبري جواب سخاب في الأسواق، ضيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة.
عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، فهو في غاية الاجتهاد في تعلم أمور الدنيا، إن كان نجارا فيعرف أنواع الخشب وكذا وكذا، كان في السيارات يعرف جميع ماركات السيارات وخصائصها وكذا وكذا، بل من الناس من يحفظ أسماء لاعبي الفرق في كرة القدم وتفاصيل حياتهم الشخصية في كل أقطار الأرض، وغير ذلك من هذه التفاهات. ومع أن ذلك لا يغني عنه عند الله سبحانه وتعالى شيئا. فالشاهد من هذا كله أن العلم الذي ينصرف إليه الفهم، أو الذي ينبغي أن ينصرف إليه الفهم عندما تطلق كلمة العلم أو العلماء في القرآن والسنة، فهو يعني العلم الذي هو أشرف علم في الوجود، وهو العلم بالله وبدين الله تبارك وتعالى وبتحقيق هذا الدين. هذا العلم الذي جاءت به الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والذي حواه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان علم الدين هو أشرف العلوم على الإطلاق، فإن ولما كان شرف العلم بشرف المعلوم، يعني يأخذ العلم مرتبته بالشرف بحسب المعلوم الذي يتعلم عن طريق هذا العلم، فشك أن علم الطب مثلا أشرف من علم الحشرات، هذا علم وهذا علم، لكن حتى علوم الدنيا تتفاضل، لأن موضوع هذا الحشرات أن هذا فموضوع رأس مال الإنسان في هذه الحياة وهو الصحة، واضح؟ وهكذا تتساوى العلوم بحسب شرف موضوعها. فعلوم الدين كما قلنا بلا شك هي أشرف من علوم الدنيا. ثم إن علوم الدين نفسها تتفاوت في الشرف، فمنها علوم خادمة ومنها علوم مخدومة. فالعلوم الخادمة التي هي علوم الوسائل كعلوم النحو والصرف واللغة وغير ذلك من علمك، هي آلات، آلات لفهم الكتاب والسنة. أما العلوم المخدومة فهي الأشرف، كعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وغير ذلك من علوم الشرع الشريف. لكن أعظم علم ديني على الإطلاق هو علم التوحيد. لماذا؟ لأنه إذا كان شرف العلم بشرف المعلوم، فإن علم التوحيد موضوعه هو معرفة الله سبحانه وتعالى، كيف نعرف الله عز وجل. فبلا شك كان لأجل ذلك العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل وبتوحيده هو أشرف العلوم على الإطلاق في هذا يعني الوجود. فأشرف العلوم الشرعية هو العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى لتعلقها بأسرة معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. يعني الآيات التي فيها صفات الله وأسماءه الحسنى عز وجل أكثر بكثير جدا من الآيات التي فيها نعيم الجنة من الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر آية الكرسي. فضرب بيده في صدره وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو دليل على أن أشرف آية في القرآن الكريم كله هي آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وإذا تأملنا آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم، ليس فيها لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، ليس فيها إلا الإخبار عن صفة الله، ما الذي يليق به فنثبته له، وما الذي لا يليق فننفيه عنه عز وجل. الله لا إله إلا هو، لا إله هذه الكفر بالطاغوت، إلا هو إثبات التوحيد لله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. كذلك أفضل سورة في القرآن الكريم هي سورة أم القرآن، سورة الفاتحة، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور
ولا في القرآن مثلها مثل سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاني كما هو معلوم لكم أجمعين. وقد ثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وليس في قل هو الله أحد التي لها هذه المنزلة العظيمة أو العظمى سوى الإخبار عن صفة الله سبحانه وتعالى، كيف نعرف الله. واضح. وكما تلاحظون المعرفة بالله سبحانه وتعالى منطبة على أسلوب التلقين، التلقين، لأن الله لا نعرفه بالعقل كما يعني يشيع على ألسنة عوام الناس يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. فنتدبر في العقل في آيات الله وفي صفات الله، يعني صفات الله سبحانه وتعالى عن طريق التأمل في آياته التي تدل على توحيده. لكن معرفة الله أساسا إنما تكون عن طريق الوحي، حين يوحي الله إلى أنبيائه بالعلم الذي به يتعرف إلى عباده. اعرفوا ربكم أن له 99 مثلا، أنه كذا اسما، أن من أسماء الحسنى كذا، أنه على العرش استوى، أن له كذا، أنه يحب كذا، أنه يبغض كذا، وهكذا. هذا يأتي عن طريق التلقين ليس عن طريق الاجتهاد العقلي، لأن العقل لا يمكن أبدا أن يدرك يعني صفات الله سبحانه وتعالى ولا ما هي أسماء الله ولا غير ذلك، بدليل أن أسماء الله عز وجل هي كثيرة لا تحصل في 99، لكن الذي أخبرنا به هو 99، إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن الله أسماء لم نطلع عليه ولا سبيل إلى الاطلاع عليها. لماذا؟ لأن السبيل الوحيد هو الوحي، وقد انقطع الوحي وهي غير موجودة فيما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابي الذي كان يقرأها كلما يختم يعني القراءة في الصلاة، يختم القراءة في كل ركعة بقل هو الله أحد. فأخبر قومه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال فسأله عن سبب ذلك فقال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى يحبه، والحديث متفق عليه. فبين أن الله يحب من يحب الثناء عليه بذكر صفاته وأسمائه عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر في هذه الصفات العظيمة يعني والأسماء الحسنى. والعلم بأسماء الله جل ثناؤه وصفاته ومعرفة معانيها يحدث خشية ورهبة في قلب العبد. فمن عرف أن الله بكل شيء عليم وأنه لا تخفى عليه خافية من أعمال عباد ويؤمن بذلك أشد خوفا ممن لا يعلم ذلك. سبق أن تكلمنا في تفسير قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إنما يفتري الكذب إنما تفيد الحق، لأن صفة الكذب لا توجد إلا في من لا يؤمن بالآخرة، ولذلك المؤمن لا يكون كذابا كما جاء في الحديث. فإن من أخلاق من يؤمن بالآخرة أنه يتنزه عن الكذب. فهذه نفس إلى حفر الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر في سلوك الإنسان. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أي نعم. ومن يعلم أن الله لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير أبقى ممن لا يعلم. وهكذا في سائر الأسماء والصفات، ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في الآية: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء، وأنه يفعل ما يريد، لأن من علم ذلك وأيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. إذا العلم بالله سبحانه وتعالى يدعو إلى محبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وفي هذا فوز العبد وسعادته في الدارين. ولا يمكن معرفة الله
إلا بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وفهم معانيها. والعلم بالله عز وجل هو أحد أركان الإيمان، بل هو أصلها، أصل الإيمان كله، وما بعده تبع له. وليس الإيمان مجرد أن تقول آمنت بالله من غير علم ومعرفة بالله، بل إن حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به. وذلك في الحديث لما أرسل عليه السلام معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا لقيتهم فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله، ثم قال فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. فانظر يعني أول واجب هو إيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا هم عرفوا الله، وفي بعض الروايات فإذا هم وحدوا الله. فيجب على الإنسان أن يبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. وبحسب علم العبد بربه أو بحسب علم العبد بربه تكون درجة إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه زاد إيمانه. والطريق الشرعي كما قلنا للعلم بالله وبأسمائه وصفاته هو تدبر القرآن والسنة وما جاء فيهما. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدون وحدي، ولا يمكن أن يعبدوا دون أن يعرفوه، فلا بد من معرفتهم له سبحانه ليحققوا الغاية المطلوبة منهم والحكمة من خلقهم. ومن قبل كل مرارا حينما درست بعض العبادات قلنا إن العبادة لا تصح من الكافر. لماذا؟ لأن الكافر لا تصح نيته، المؤمن تصح منه الإيمان لأنه ينوي التقرب به إلى الله، فالكافر لا يعرف الله، لا يعرف الله، فكيف يعني تصح منه العبادة لو أداها دون أن يدخل في الإسلام ويشهد الشهادتين؟ فالنصراني مثلا إذا يعني إذا صلى أو حج يتقرب إلى من؟ إذا فعل أي شيء من فعلته يتقرب إلى من؟ يتقرب إلى المسيح. أخطأ الطريق وضل الطريق كما وصفه الله بالضالين. فلا يمكن أن تصح هذا، ولا يعرف الله، ولا يعرف من الذي يليق به ومن الذي ينبغي أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. فالاستغلال بمعرفة الله عز وجل هو استغلال بما خلق العبد من أجله. هذا استغلال الوظيفة التي خلقت من أجلها، أن تعرف الله، لأنه لا يمكن أن تعبده وأنت لا تعرفه. وترك هذا العلم وتضييعه إهمال لما خلقت له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيما متواريا من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته. والعالم بالله تعالى حقيقة يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يتبعه من الأحكام، لأن الله لا يفعل إلا ما هو من مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل. والحكمة كذلك لا يسرع ما يسرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. وهذا العلم أعظم وأكثر من أن ينبه على أدوحه، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. قال أبو القاسم التيمي الأصفهاني في بيان أهمية معرفة الأسماء الحسنى، قال بعض العلماء أول فرض فرضه الله على خلق فرض الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه، يعني معرفة الله هي أول فرض أوجبه الله على عباده، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. و يعني وبدأ القرآن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزل الوحي، يعني أول شيء في القرآن هو البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وكما ترون فيها الإيه؟ البداءة بأسماء الله، الله الرحمن الرحيم. ونزل الوحي أول ما نزل آمرا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتدبر آيات الله كلها من خلال النظر في أسمائه الحسنى، قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فليس من علم ولا فهم إلا ويوصل إليه من خلال أسماء الله عز وجل الحسنى. والعلم بالأسماء الحسنى هو أساس قبول الدعاء، أساس قبول الدعاء، فإنك إذا لم تعرف من تدعوه
كيف تتوجه إليه، وإذا لم تعرف صفاته كيف تتوجه إليه بالدعاء. ولذلك مما يدل عليه توجه العبد بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يعني عملية الدعاء في حد ذاتها كما تعرفون الدعاء يرابط في القرآن العبادة ويعتبران يعني بيتبادلان المواقع. أحيانا تعبر عن العبادة في الدعاء والعكس. لماذا؟ الدعاء من أظهر يعني إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة هو العبادة. وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأنت مجرد توجهك في الدعاء إلى الله ماذا يعني؟ يعني أشياء كثيرة جدا، يعني إثبات وجود الله لأن العدم لا يدعى، يعني إثبات رحمة الله لأن القاسية لا يدعى، إثبات كرم الله وجوده لأن البخيل لا يدعى، إثبات كذا وكذا وكذا من الصفات التي يعبر أو يعكس إيمانك بها دعاؤك الله عز وجل. كذلك العلم بأسماء الله الحسنى ينشئ حب الله تبارك وتعالى ويقويه في قلب المؤمن لما فيها من كمال وجلال وجمال. قال بعض أهل العلم ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. هذا كله يعني هو الدافع وراء هذه السلسلة التي بدأناها من قبل في حقيقة طريقة غير منتظمة، لكن سنشرع إن شاء الله تعالى في أوائل الدرس في نبدأ يعني مقتطرة في مقدمات الأسماء الحسنى، ثم أيضا نستكمل ما كنا بدأناه من قبل من ذكر اسم من الأسماء الحسنى ومعانيه اللغوية والشرعية وآثار الإيمان به. لكن هذه الدراسة أساسا نحن نحوم حول كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن حمد الحمود، هو في مجلدين لكن هو غير متوسط، فلعل في مدارسته جزءا فجزءا فائدة لنا أجمعين إن شاء الله تعالى. فنكتفي الليلة بهذه المقدمة المتعلقة بأهمية علم الأسماء الحسنى. انتهينا في تفسير سورة الزخرف إلى قول الله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أتهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ناقشنا بالتفصيل الأسبوع الماضي معنى قوله تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وأن هذا مسلك المشركين إما الاحتجاج بالتقليد وإما الاحتجاج بالقدر في مصادمة الشرع، ويحسبون أن في الاستناد إلى مشيئة الله العامة مشيئة الكونية القدرية حجة لهم، في حين أن الحجة هي لله عليهم لأن الله سبحانه وتعالى إن شاء ذلك كونا وقدرا لكنه شاءه أيضا شرعا، شاء منهم الهداية والطاعة بالإرادة والشرع، فلا ينبغي أن يحتج الإنسان بالقدر إلا في المواضع التي ذكرنا تفصيلها الأسبوع الماضي. قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله، أم كل هي المقطعة المقدرة ببل والهمزة، يعني يقول تعالى إن طريق ذلك أن يتكلموا يعني لو كانوا يعني ما لهم بذلك من علم، وصفهم بالجهل فيما يتخرصون به، لو شاء الرحمن ما عبدناه ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، بل هل لهم طريق آخر على أساسه زعم هذا الزعم، بل أآتيناهم كتابا من قبل، أم آتيناهم كتابا من قبل، عندهم فك عندهم كتاب من الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم فهم به متمسكون في هذا المنهج وهو الاحتجاج بالقدر فيما هم عليه من الشرك، أم آتيناهم كتابا من قبله أي من قبل هذا القرآن فهم به مستمسكون أي يعملون به
ويجنون بما فيه ويحتجون بك عليه، نظير قوله تعالى في الآيات الأخرى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني من علم كتابا موحا فيه ذلك. قال العلامة السبطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، أم هنا تتضمن معنى استفهام إنكار، استفهام الإنكار، يعني جل وعلا أن هذا الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثان وجعلهم الملائكة بنات الله لا دليل لهم عليه، ولذا أنكر أن يكون آتاهم كتابا يحل فيه ذلك، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، فأنكر أن يكونوا قد أوتوا هذا الكتاب، وأنكر أن يكونوا مستمسكين في ذلك بكتاب من عند الله، فأنكر عليهم هنا إنكارا دلا على النفس للتمسك بالكتاب المذكور مع التوضيح والتقريع. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من أن كفرهم المذكور لم يكن عن هدى من الله ولا كتاب أنزله الله بذلك، بينه قوله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا دليل إيه؟ عقلي. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ثم صارهم بالدليل النقلي: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. وقال تعالى في الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم سند إن كنتم صادقين. وقال تعالى في الروم: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال في الصافات: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال في النمل: أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، في سورة الحج والإقمان في سورة دي. وقال تعالى في الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تستمعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم قال تبارك وتعالى: وكذلك بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي لا حجة لهم إلا تقليد آبائهم الجهلة مثلهم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على ملة وعلى دين، وإنا على آثارهم مهتدون، الآن يعتزون بتراث الآباء والأجداد وعقائدهم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني هؤلاء ليسوا أول كفار يعني اتكأوا واستندوا إلى تقليد الآباء والأجداد ومشايعتهم على الكفر، بل هذه سنة من أرسلنا يعني سنة الأقوام والأمم من قبلك، أي كما فعل هؤلاء المشركون من دفاع الحجة بالتقليد فعل من قبلهم من أهل الكفر بالله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال القاضي: وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم. القاضي عند إطلاق كتب التفسير أمين قاضي مين؟ عياض في التفسير البيضاوي. وفيه تسلية له لأن أصل تفسير الذكر من العربية ليس تفسيرا شاملا للقرآن كله، آيات الأحكام أساسا. قال القاضي: وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم، وأن مقلديهم أيضا لم يكن لهم سند منظور فيه. وتخصيص المترفين إلا قال مترفوها، إلا قال مترفوها، تخصيص المترفين إشعار بأن النعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد. الترف له آفات كبيرة جدا، منها هذا أن الترف يصرف الإنسان ويثبت ويضبط همته بحيث لا يترقى عن مستوى التقليد والأخذ لقول الغير بدون يعني دليل. قال: أولو جئتكم
بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. وفي قراءة الأخرى قل أولو جئتكم، قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، أي جاحدون منكرون. وإن كان أهدى، وإن كان أهدى إقناطا للنذير من أن ينظروا أو يتفكروا فيه، يعني حتى لو كان ما تأتينا به أهدى مما وجدنا عليه آباءنا فإن بما أرسلتم به كافرون حتى ولو كان أهدى. أن جوابهم جاء في جواب الكلام ماذا، جاء جوابا لقول الرسل أو لقول الرسول أولو جئتكم، يعني أتكفرون وتكذبون حتى ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا يعني نعم إن بما أرسلتم به كافرون ولو كان أهدى. لماذا؟ لأنهم يقصدون بذلك تيئيد وإقناط الرسل والمنذرين من أن ينظروا أو يتفكروا فيما جاءهم به الرسول. فانتقمنا منهم يعني بعذاب الاستئصال، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، لأنه معروف أن العذاب فيما مضى كان يأتي فيستأصل الهلاك الأمة المكذبة، ينزل عليها العذاب فيستأصلها، وقد رفع هذا العذاب المستأصل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك أمة الدعوة، أمة الدعوة، وإلا فإن أمة محمد هي كل من على ظهر الأرض، هي أمة محمد منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة، ليس للبشرية نبي سوى محمد عليه السلام، فهؤلاء أمة محمد أمة الدعوة المخاطبون برسالته وبالقرآن والمكلفون بالإيمان به، وهم كل البشر على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. فلا تعاقب هذه الأمة بالاستئصال الكامل، ممكن تكون زلازل في مكان أو في مكان آخر، لكن تأتي عقوبة كاملة لأهل الأرض، هذا مما رحم الله به البشرية ببعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك في التفسير هنا فانتقمنا منهم يعني إيه، بعذاب الاستئصال، بعذاب الاستئصال، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر كيف كان آخر أمرهم مما أصبح مثلا وعبرة. ثم قال تبارك وتعالى وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهو يهدين. وإن قال إبراهيم، قال القاضي أي أذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل، أو يعني هم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، لو كانوا عقلاء هؤلاء العرب يعني أو الكفار من العرب أو مشرك قريش، لو كانوا عقلاء وكان لابد من تقليد إذا فليقلدوا أباهم إبراهيم، فإنه أشرف آبائهم إبراهيم عليه السلام، فكان أولى أن يقلدوه إن كان لابد من تقليد. وإن قال إبراهيم يعني اذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل، أو ليقلدوه إن لم يكن لهم جزء من التقليد، فإنه أي إبراهيم عليه السلام أشرف آبائهم. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي بريء من عبادتكم أو من معبودكم. وبراء هي قراءة العامة مصدر كالطلاق والعتاق، أريد به معنى الوصف مبالغة، لأن المصدر إذا استعمل في الصفة هذا يكون إيه فيها مبالغة، كما تقول رجل عدل، مش عادل، عدل كأنه هو نفس الإيه العدل، وقد تقدم بيانه هذا مرارا. فلذلك أطلق على الواحد وغيره، وقرئ بضم الباء إنني براء، براء اسم مفرد صفة مبالغة، كطوال وترام بضم الطاء والكاف، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. استثناء منقطع أو متصل على أن ما، يعني براء من ما، يعم أولي العلم وغيرهم، وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام. أو إلا بمعنى غير صفة لما، أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني أي خلقني، فإنه سيهدين، أي للدين الحق واتباع سبيل الرشد. والسين إما للتأكيد، هذه السين فإنه سيهدين للتأكيد،
بدليل ان نفس الآية وفي نفس القصة جاءت في سورة الشعراء بدون سين، يهديل بدون سين، فهي للتأكيد. والمضارع في الموضعين للاستمرار، الاستمرار هذه الهداية، او ان السين للتكليف والاستقبال، والمراد هداية زائدة على ما كان له اولا، فيتغير ما في الآيتين من الحكاية او المحكي بناء على تكرر قصته عليه السلام. ثم قال تبارك وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنه براء، أي بريء من جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، أي أنه بريء من عبادة كل معبود إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو وحده معبوده. وضح القول تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. وكقوله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بين أيضا هنا قول: وما أنا من المشركين، هذه براءة أيضا من المشركين، الذي براء مما تعبدون. زاد أيضا في سورة الممتحنة بيان براءته من العابدين وعداوته وبغضه لهم في الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قوله عز وجل هنا: فإنه سيهدين، ذكر نحوه بالشعراء: الذي خلقني فهو يهدين، وقوله أيضا: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال: فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني، هذا يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا من خلق، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق أن يعبد إلا الذي يخلق. لذلك قال هنا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فطرني بمعنى خلقني، لأن الآية الأخرى إيه؟ الذي خلقني فهو يهديه. مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إذا كان هو الذي خلقكم فينبغي أن تعبدوه وحده والذين من قبلك. وقال عز وجل: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. وقال: أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقال أيضا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال أيضا: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد في إثبات وتبقى فيه النفي. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، كل معبود من دون الله فهو طاغوت، نأخذ من إيه؟ فعلوت من الصغيان، الصغيان مجاوزة الحد، إلا لما صاغ الماء حملناكم في الجارية. فالطاغوت جاوز الحد، لأن الإنسان إذا رفع المخلوق إلى حد أن يعبده فيكون قد صغى واتخذه إيه؟ يعني طاغوتا. ورأس الطاغوت الشيطان، رأس الطاغوت الشيطان، لأنه الآمر بكل شرك وكفر وعصيان. فإذا ولذلك قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنتك من عروة الوثقى، يعني لا إله إلا الله، هذا هو تحقيق لا إله إلا الله، أن تكفر بكل ما عبد من دون الله وتؤمن أنه لا يستحق أن يوجه له شيء من العبادة التي لا تنبغي إلا لله، وتثبت حقية هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا مرارا إن معنى لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله، وليس لا إله موجود إلا الله، لأن الناس يزعمون أو يصفون بالألوهية مخلوقات من دون الله سبحانه وتعالى هي موجودة، يعني يتخذونها آلهة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه،
فكلمة إله تطلق على إله الحق والإله الباطل، أما الله فلا يطلق إلا على الإله الحق، ولذلك إعراب لا أن فيها الجنس هنا لا إله مش زي بنقول في أي عبارة أخرى، لا إله إلا الله الجواب لما فيها من الجنس هي إيه؟ لا إله موجود. أقصد لو في أنا الحقيقة بيلح علي دائما المثال اللي كان المدرس يقوله لنا وإحنا في ابتدائي، لا زعيم إلا جمال، فحتى الآن أول ما أتكلم في هذا الموضوع يارد إلي وتستغلق علي أي مثال آخر، فيعني يبقى لا زعيم موجود. نعم. أما لا إله حق، فالجواب مش لا إله موجود، لأن موجود آلهة تعبد من دون الله هي آلهة باطلة، كما قلنا الشيطان يعبد، ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان، واضح. كذلك أفرأيت من اتخذ إله هواه، المال إله، سائس عبد الدينار، سائس عبد الدرهم، وهكذا، واضح. فإذا كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فلا يصح الإيمان بالله إلا مع الكفر بإيه؟ بالطاغوت الذي يتزاوج به العبد حتى حين يرفعه إلى مقام الألوهية ويعبده من دون الله. فكل هذا معنى واحد، يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني وحده، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. كذلك قول إبراهيم عليه السلام هنا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وتساوي لا إله إلا الله. فلذلك قال هنا وجعلها، أي كلمة التوحيد، جعلها كلمة باقية في عقده لعلهم يرجعون. يقول القاسمي وجعلها، أي شهادة التوحيد، كلمة باقية في عقده، أي موصى بها موروثة متداولة محفورة. إبراهيم عليه السلام كان لما مات أو قبل أن يموت كان يوصي بنيه بأن إيه؟ بأن يتمسكوا بلا إله إلا الله، وأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، يتبرأوا من المشركين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فبنوه كذلك فيما بعد كانوا يوصون أبناءهم، وهكذا كل جيل كان يوصي الآتي من عقد إبراهيم ومن نسل إبراهيم عليه السلام، يوصيه بأن لا إله إلا الله. نعم. وذلك نلاحظ في وصايا العلماء لما نراجع وصية العلماء يقول لك يعني هذه وصية فلان فلاني أوصي بأني أشهد أن لا إله إلا الله، يعني كأنها وصية لمن يأتي بعده إلى الدنيا بأن يثبته على التوحيد. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك، يعني وحده بلا شريك، واضح. وقال تبارك وتعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لعلهم يرجعون، أي لكي يرجعوا إلى عبادته ويلجأوا إلى توحيده في سائر شؤونهم، أو لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم. الحقيقة هذا تفسير مجمل نشير إليه أولا ثم نأتي للتفاصيل من كلام الشنقيطي رحمه الله. وجعلها يعني كلمة التوحيد المفهومة من قول إبراهيم الآن في الذكر إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، كلمة باقية في عقبه، باقية في عقبه. القاسمي هنا يعني يفهم من تفسيره أن ليس كل عقب إبراهيم وذريته كانوا على استقاموا على التوحيد، بل منهم من انحرف عن التوحيد إلى الشرك، لكن بقي الموحدون منهم يوصون عبر الأجيال بكلمة التوحيد ويتداولونها ويحفظونها ويوصي بعضهم بعضا بها. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كذلك أيضا وصى بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لكي يرجعوا إلى عبادته ويلجأوا إلى توحيده في سائر شؤونهم، أو لعلهم يرجعون لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد بدعاء وبدعوة من وحد من ذرية إبراهيم عليه السلام. الحقيقة هذه الآية فصلها العلامة ابن الشنقيطي رحمه الله تعالى تفصيلا واسيا، فقال قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. يقول الضمير المنصوب في جعلها هذه الهاء على التحقيق راجع إلى كلمة الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله، وهذه الكلمة يعني كلمة لا إله إلا الله مذكورة في الآية السابقة، لكن مذكورة بالإيه؟ باللفظ بالمعنى، مذكورة بالمعنى. ها؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تساوي هذا اللفظ، لكن من حيث هذا هو المعنى، لكنها تساوي في اللفظ إيه معنى؟ لا إله إلا الله. نعم، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمعنى النفي منها هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات. وهذا المعنى جاء موضحا في قوله إنني براء مما تعبدون، ومعنى الإثبات منها هو إفراده الله وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله، كما في قوله إن الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب أين يعني أين الفاعل في قوله وجعلها؟ ضمير متصل، ضمير متصل يرجع إلى من؟ إلى إبراهيم، لكن في قول آخر إنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فبعض المفسرين قالوا هو راجع إلى إبراهيم، وهذا هو ظاهر السياق، لأن السياق في شأن إيه؟ إبراهيم عليه السلام. وقال بعضهم هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله هو الذي جعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. فعلى القول الأول وهو ظاهر السياق كما قلنا، وجعلها يعني إبراهيم جعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقله، فالمعنى طير إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقله، يعني في ولده وولد ولده، وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام تسبب في بقائها فيهم بأمرين، أحدهما وصيته لأولاده بذلك، وصاروا يتوارثون الوصية بذلك عنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيوصي به السلف منهم الخلف، فهو الذي سن فيهم هذه السنة، يوصيهم بالتوحيد في حياته، ثم بعد ذلك سن به أولاده، فكل واحد منهم يوصي من يأتي بعده بالتمسك بلا إله إلا الله، كما أشار إلى ذلك الله عز وجل بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمر الثاني الذي به تسبب إبراهيم عليه السلام في جعل هذه الكلمة باقية في ولده وولد ولده هو سؤاله ربه تعالى لذريته الإيمان والصلاح بالدعاء. السبب الأول الوصية كما قلنا، ثم صارت سنة في ذريته، ثم السبب الثاني هو الدعاء لذريته بالإيمان والصلاح، كان يسأل الله لهم الإيمان والصلاح كما قال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني والشاهد إيه؟ ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي أئمة، دعاء ومن ذريتي يعني واجعل يا ربي من ذريتي أئمة. وقال تبارك وتعالى أيضا رب حكي عن إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال أيضا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال عنه هو وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذه كلها ذرية إيه؟ إبراهيم وإسماعيل. أجاب الله دعاءه في بعث الرسول المذكور، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا استجاب الله هذه الدعوة لإبراهيم عليه السلام، ولذلك تسبب إبراهيم بهذه الدعوة في إيه؟
في بعثة محمد عليه السلام، لأن من هذه الأسباب الدعاء. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، وذلك إذا أطلق على إبراهيم عليه السلام وصف أبو الأنبياء فإنما المقصود أبو الأنبياء من بعده طبعا، أما قبله فلم ينحصر في ذرية إبراهيم لأنه لم يكن قد خلق. أما إبراهيم عليه السلام فكافأه الله عز وجل بأن جعل كل الأنبياء الذين أتوا من بعده في ذريته. فأول ذلك يعني إسحاق، إسحاق ثم رزق يعقوب إسرائيل، ثم من نسل يعقوب جاءت أنبياء بني إسرائيل، واضح. ولم تخرج عنهم النبوة إلا ببعثة النبي عليه السلام من نسل إسماعيل أخي إسحاق. أيوة. قال عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فقال عنه وعن نوح في سورة الحديد: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. أما على القول الثاني في قوله وجعلها كلمة، القول الثاني إن الذي جعلها هو الله سبحانه وتعالى ثناء التام، وجعلها كلمة باقية في عقله، لأن يكون التفسير إيه؟ وجعلها كلمة باقية في المؤمنين من عقله، لعلهم يعني لعل المشركين من عقله أو من ذريته يرجعون عن السلف إلى التوحيد. هذا هو يكون التفسير على هذا المعنى. وقد بين تبارك وتعالى في آية الزخرف في هذه أن الله لم يجب دعوة إبراهيم في جميع ذريته. هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإبراهيم عليه السلام كان دعا لجميع من ذريته بأن يعني يكونوا على التوحيد، رب يعني مقيم الصلاة ومن ذريته، قال ومن ذريته ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، واضح. يعني السبب بسيط جدا أن من ذريته كما خرج منهم مؤمنون خرج منهم كافرون، سواء في بني إسرائيل أو في المشرك العرب، لأنهم من نسل إسماعيل عليه السلام. فإذا بين الله سبحانه وتعالى في آية الزخرف هنا أنه لم يستجب دعوة إبراهيم في جميع ذريته، وإنما استجابها في بعض ذريته وهم المؤمنون من ذريته، لأن كفار مكة الذين كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من عقله بإجماع العلماء، وقد كذبوه صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه ساحر، وكثير منهم مات على ذلك، فذلك في قوله عز وجل: بل متعت هؤلاء وآباءهم. فقوله بل متعت هؤلاء لما هنقل للآية الثانية مباشرة بعد هذه الآية: بل متعت هؤلاء وآباءهم، يعني متعت كفار مكة وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. فكفار مكة من نسل إبراهيم من ذرية إسماعيل، وما ذلك يثبت الله هنا أنهم كفروا ووصفوا النبي عليه السلام بالسحر. فدل هذا هذه الآية على أن ذلك الدعوة لم تستجب في حق كل ذرية إبراهيم وإنما فقط في المؤمنين منهم. وما دلت عليه آية الزخرف في هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم دلت عليه آيات أخرى من كتاب الله، كقوله تعالى في البقرة: قال ومن ذريتي، يعني وجعل من ذريتي أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين، أي الظالمين من ذرية إبراهيم، ففهم بذلك أن من ذريته ظالمين. وقوله تعالى في الصفات: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالمحسن منهم هو الذي كانت كلمة التوحيد باقية فيه، والظالم لنفسه المبين منهم ليس كذلك. وقال تعالى في النساء: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وبين عز وجل في سورة الحديد أن غير المهتدين من ذريتي كثيرون في قوله: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
فقوله هنا في هذه الآية الكريمة لعلهم يرجعون أي جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائرين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم، لأن الحق ما دام قائما في جملتهم فرجوع الزائرين عنه إليه مرجو مأمول كما دل عليه قوله لعلهم يرجعون. طيب لعل كما قلنا هي تفيد الايه؟ التردي. التردي هنا بالنسبه لمين؟ التردي هنا بالنسبه الى بني ادم، لان التردي بيكون انسان يعني يرجح كل شيء وهو لا يجزم بقصوره، لانهم لا يعرفون من يصير الى الهدى ومن يصير الى الضلال. التردي هنا هو بالنسبه الى بني ادم وليس بالنسبه لله سبحانه وتعالى. العلامة الشرقية توقف هنا وقفة يعني يسيرة، قال فيها ظاهر هذه الآيات الكريمة التي وتم يدل على اتحاد معنى العقب والذرية والبنين، يعني كلمة العقب والذرية والبنين كلها معناها واحد، لأنه قال في بعض هذه الآيات عن إبراهيم وذنوبني وبنية أن أعبد الأصنام، وقال في بعض الآيات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، في بعضها ربنا إني أسكنت من ذريتي، وقال عز وجل وجعلنا في ذريته، في بعض الآيات قال وجعلها كلمة باقية في عقبه. فإذا كلمة البنين والذرية والعقب معناها واحد، فالظاهر المتبادر من الآيات أن المراد بالبنين والذرية والعقب شيء واحد، لأن جميعها في شيء واحد. وبذلك تعلم أن ظاهر القرآن يدل على أن من وقف وقفا أو تصدق صدقة على بنيه، قال هذا وقف على بنية أو على ذريتي أو على عقبي، فحكم ذلك واحد. وقد دلت بعض الآيات القرآنية على أن أولاد البنات يدخلون في اسم الذرية واسم البنين، أولاد البنات يدخلون في اسم ذرية الرجل. وإذا دل القرآن على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنين، والفرض أن العقب بمعنى هما، دل ذلك على دخول أولاد البنات في العقب أيضا. فمن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الذرية قوله تبارك وتعالى ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله عز وجل وإيه وعيسى وإلياس، أين الشاهد؟ وعيسى، لأن عيسى عليه السلام يعني ابن إيه؟ ابن بنت، إذ لا أب له فهو ابن بنت من جهة مريم عليه السلام. ومن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم البنين قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت، لأن لفظ البنات في الألفاظ الثلاثة كامل لبنات البنات وبنات بناتهن، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، وهو نص قرآني خالص استواء بنات بنيهن وبنات بناتهن. فتحصل أن دخول أولاد البنات في الوقت على الذرية والبنين والعقب هو ظاهر القرآن ولا ينبغي العذور عنه. أما لفظ الولد يعني لفظ البنين والعقب والذرية واحد، لكن لفظ الولد لا يدخل فيه أولاد البنات، ما الدليل؟ لا مش واضح. يوصيكم الله في اولادكم، فقوله في اولادكم لا يدخل فيه اولاد البنات، في اولادكم لا يدخل فيه اولاد البنات، فهو نص صريح على عدم دخول اولاد البنات في اسم الولد. ثم قال تبارك وتعالى بعد ما قال وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، قال بل متعت هؤلاء وآباءهم، بل متعت هؤلاء يعني أهل مكة وآباءهم أي من قبلهم بالحياة، فلم أعادلهم على كفرهم حتى الحق، أي دعوة التوحيد أو القرآن ورسول مبين أي ظاهر الرسالة بالآيات والحجج التي تحتج بها عليهم في دعوة رسالتهم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر
فإنا به كافرون أي جاحدون، فازدادوا في ضلالهم لضمهم إلى شركهم معاندة الحق، هم أصلا مشركون، ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا، لأن الكفر قابل للزيادة. ما الدليل؟ إنما المسيء زيادة في الكفر، فالكافر بيزداد يعني الكفر يرتفع درجات، فكلما ازداد الصد عن سبيل الله عز وجل والتكذيب بآياته كلما ازداد كفرا، فالكفر يزيد أيضا كما أن الإيمان يزيد. فقوله تعالى إنما المسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، كذلك هنا هؤلاء كانوا أصلا مشركين، ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، فازدادوا في ضلالهم لأنهم ضموا إلى شركهم السابق معاملة الحق لما جاءهم. وقالوا أيضا في مواجهة هذا الحق الذي أرسل إليهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني من إحدى القريتين مكة والطائف. فالتعريف هنا الأل إيه؟ أل من إيه؟ ها؟ من العهد، في العهد. وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني المعهودتين في أذهانكم، من القريتين عظيم أي من مكة أو الطائف. فالتعريف هنا من العهد عظيم. ما معنى عظيم عندهم بقى؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقصدون بالعظمة الجاه والمال، الجاه والمال، فإن رسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم. قال القاضي ولم يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس للتحلي بالفضائل والكمالات القدسية لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. فالعظمة في نظرهم من عظمة الأبهة والزينة والمال والجاه وهذه المواهب الزخارف الدنيوية، هذا هو المقياس عندهم، مقياس العظمة. أي نعم. فأجابهم الله تبارك وتعالى قائلا أهم يقسمون رحمة ربك؟ إنكار، فيه تجهيل وتعذيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا هو تبارك وتعالى، هذا ليس إليكم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، والله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة وهدية، هدى من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يختار ويصطفي. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما معناه إن الله نظر في قلوب العباد، فيعني اختار من قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أطفى قلب وأطهر قلب وأكثر قلب، فاصطفاه لرسالته ولنبوته ولكتابه، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا رضي الله تعالى عنهم، إلى آخر الأخر الموقوف الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذا قوله أهم يقسمون رحمة ربك، هذا يعني تعجيب هنا من إيه؟ من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى، هي رحمة الله، فما دامت هي رحمة الله فهو يؤتيها من يشاء ويصطفي ويختار من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال ما كان له الخيرة. ما المراد بالرحمة هنا؟ المراد بالرحمة النبوة، النبوة. طيب لو وقفت على الكلمة التي بعد يقسمون كيف تقف عليها في التلاوة؟ رحمة لماذا؟ أحسن مراعاة لإملاء المصحف، ما دامت التاء مكتوبة تاء مش هاء، واضح؟ ما دامت مكتوبة تاء مفتوحة فهي إيه؟ إذا وقفت عليها تقف عليها بالتاء، ها؟ والمراد بالرحمة النبوة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض الدرجات، ليتخذ بعضهم يعني ليتخذ الغني بعضا يعني الفقير سخريا، أي مسخرا في العمل، مسخرا في العمل، وما به قوام المعايش والوصول إلى المنافع، لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر عليه.
تأملوا أن هذه الآية الكريمة كلها في الرد على الاقتراح وبيان جهلهم بحكمة الله سبحانه وتعالى في المفاضلة في مراتب الناس. لأن الآية التي قبلها وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهو عندهم عظيم حسب مقاييسهم هم، عظيم عنده ذهب ومال وكذا وكذا من زخرفة الدنيا. فأجابهم الله أهم يقسمون رحمة ربك، هذا ليس إليهم، فتعجيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين عز وجل ذلك فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ليس المقصود الاستهزاء، لكن سخريا يعني التسخير في العمل. لأن لو كل الناس مثلا وزراء، لو كل الناس بقى وزراء، طيب من الذين يخدمون الناس ويقومون بالوظائف الأخرى؟ لو كل الناس مدراء، لو كل الناس كذا، واضح. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته يعني فاضل بين خلقه ويعني خالف بين وظائفهم كي ينتفع بعضهم من بعض، ويعني يحصلوا بذلك يعني مصالحهم. لكن ليس هذا التسخير بإعطاء البعض وتخصيصه بالغنى والتقصير على البعض وكونه فقيرا، ليس هذا من أجل أو لا يتم هذا على أساس أن الغني أكمل من الفقير أو أن الفقير أحقر من الغني. لا، هذا الاعتبار هو في موازين هؤلاء الماديين. قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي جعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم، المقصود بالبعض المرفوع من الغني، رفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، فبعض أيضا رفعنا الغني فوق الفقير درجات في الدنيا طبعا، ليتخذ بعضهم أي الغني بعضا يعني الفقير سخريا يعني مسخرا في العمل. يبقى كل شيء لابد يكون فيه رئيس وإيه ومرؤوس، وما به قوام المعايش والوصول إلى المنافع. وليس هذا الاختيار لكمال في الموسع عليه، واضح. فالتفضيل في أمور الدنيا وفي الرزق وفي الغنى وفي المال ليس معناه أن الغني أكمل من الفقير عند الله، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أغناكم، واضح. لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتصر عليه، بل لأن حاجة الفتر ماسة إلى التضام والتآلف التي بها ينتظم شملهم. أما النفحات الربانية والعلوم اللدنية فليست مما يستدعي سعة ويسارا، لأنها اختصاص إلهي وقيد رحماني، يعني معتاد في حياة الدنيا نفاضل بينه فيها بالتفصيل الذي ذكرنا. أما من يستطيع الله سبحانه وتعالى ليه يعني يفيض عليه بالنفحات الربانية والعلوم اللدنية المذكورة في قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، فليست مما يستدعي هذه غير محتاجة للسعة ولا لليسار، لأنها عبارة عن اختصاص إلهي وفيض رحماني يمن به على أنفس مستعدين وأرواح قابلين. والسخري بالضم منسوب إلى السخرة بوزن غرفة، وهي الاستخدام والقهر على العمل. ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني أن النبوة خير مما يجمعون من الحطام الفاني. فرحمة ربك في أول آية وفي آخرها مقصود بها النبوة، فرحمة ربك خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الحطام الفاني. فإذا كانت رحمة ربك التي هي النبوة خيرا مما يجمعون من الأموال والغنى والسعة واليسار، ما دامت هي خيرا منها فإن العظيم حقا العظيم هو الذي أعطيها وهو الذي حاز هذه الرحمة، لأنها خير من كل ما على وجه الأرض من المتاع. ورحمة ربك يعني أن النبوة خير مما يجمعون من الحطام الفاني، أي والعظيم من أعطيها وحازها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حاز الكثير من الشهوات المحبوبة في نظرهم، كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظيم عندهم هو إيه؟ الغني المتيسر الذي عنده متاع الدنيا. فصح لهم هذا المطلوب ببيان أن يعني الله اختص نبيه عليه السلام لما يعلمه فيه من استعداده وقابليته لهذا الفضل العظيم وهذه الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. ثم أشار تعالى أيضا إلى حقارة الدنيا عنده عز وجل، فقال يعني هذه الدنيا التي على أساسها تقترحون أن النبوة كانت ينبغي
كانوا يستدركون على الله ويصحون لله، فتنبغي ان تنصرف او يصطفى لها من هو اولى من النبي عليه الصلاه والسلام، لانه عظيم في زعمهم على اساس ان العظمه هي مقاييس الدنيا والغنى واليسار وكذا وكذا. فبين لهم تعالى حقاره الدنيا التي على اساسها يصفون هذا بالعظم، ومن اجلها يزدرون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. قبل ان نفسر هذه الايه يقول السكتري في الايه السابقه: وقالوا، اي وقال كفار مكه، لولا هل نزل هذا القران على رجل من القريتين، اي على رجل من احدى القريتين، لان لازم يكون من قريه واحده، من احدى القريتين وهما مكه والطائف، عظيم يعنون بعظمه كثره ماله وعظم جاهه وعلو منزلته في قومه. وعظيم مكه الذي يريدون هو الوليد بن المغيره ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم ابن يقظه ابن مره بن كعب. وفي مرة ابن كعب يجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل هو عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وعظيم الطائف هو عروة بن مسعود. وقيل حبيب ابن عمرو ابن عمير. وقيل هو كنانة ابن عبد يليل. وقيل غير ذلك. وإيضاح الآية أن الكفار أنكروا أولا أن يبعث الله رسولا من البشر. في البداية أنكروا واقترحوا أن الله يرسل عليه الملائكة، هذا أول الأمر. ثم لما سمعوا الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى البشر رسولا إلا من البشر، والآيات على ذلك كثيرة جدا، هذه سنة الله أنه لا يبعث إلى البشر إلا رسولا من أنفسهم من البشر. وبين لهم أنه لو أنزل لهم ملكا هذا الملك إما أن يأتي في صورة رجل وإما أن يأتي في صورة الحفية، وإذا أتاهم في صورة الحفية فهو لا ينزل إلا بالعذاب والاستئصال. وقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. هو حيكون في الظاهر حتى يطيق رؤيته لابد ان يكون في صورة الايه؟ في صورة البشر. نعم. والآية في ذلك معروفة طالما تكلمنا فيها. ثم لما سمعوا الأدلة على ان الله لم يبعث الى البشر رسولا الا من البشر تنازلوا عن افتراضهم ارسال رسل من الملائكة الى اقتراح اخر، وهو اقتراح تنزيل هذا القرآن على احد الرجلين المذكورين. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم وثقافة عقولهم، حيث يجعلون كثرة المال والجاه في الدنيا موجبا لاستحقاق النبوة وتنزيل الوحي. يعني المفروض يعني يقترحون على الذي يستحق، يعني كما قلت من قبل كأنهم يستدركون على الله سبحانه وتعالى ويصحون له، معاذ الله، أن كان ينبغي أن تنزل النبوة على أغنى رجل على وجه الأرض أو على أغنى الناس، فهو الذي يستحق أن تنزل عليه النبوة. ففهموا بجهلهم أو جعلوا فقرة المال والجاه في الدنيا موجبا لاستحقاق النبوة وتنزيل الوحي. ولذا زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس أهلا لإنزال هذا القرآن عليه لقلة ماله، وأن أحد الرجلين المذكورين أحق أن ينزل عليه القرآن منه صلى الله عليه وسلم. وقد بين تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة شدة جهلهم وثقافة عقولهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ والظاهر المتبادل أن المراد برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي. وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن، كقوله تعالى في سورة الدخان: إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فهذا يدل على أن الرحمة تطلق على النبوة. وقال في آخر القصص: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال في آخر الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، على القول بأن الخضر نبي. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يعني أنه تعالى
لم يفوض إليهم أمر معاجفهم وحضورهم في الدنيا، بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك بينهم، فجعل هذا غنيا وهذا فقيرا، وهذا رفيعا وهذا وضيعا، وهذا خادما وهذا مخدوما ونحو ذلك. فإذا لم يفوض إليهم حضورهم في الدنيا ولم يحكمهم فيها، إذا كان الله لم يحكمكم فيما يخصكم أنتم من كون واحد فقير أو غني، خادم أو مخدوم أو غير ذلك، فكيف تتحكمون أنتم في قسمة رحمة الله وهي النبوة، فتقترحون على الله أن يرسل فلانا بدل فلان؟ واضح، هذا هو معنى السياق. يقول: فإذا لم يفوض إليهم حضورهم في الدنيا ولم يحكمهم فيها، بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء كيف شاء، فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من ينزل إليه الوحي؟ فهذا مما لا يعقل ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار المذكورين. قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. التحقيق إن شاء الله أنه من التسخير، السخرية هنا من التسخير، ومعنى تسخير بعضهم لبعض خدمة بعضهم البعض وعمل بعضهم لبعض، لأن نظام العالم في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك. فمن حكمته جل وعلا أن يجعل هذا فقيرا مع كونه قويا قادرا على العمل، ويجعل هذا ضعيفا لا يقدر على العمل بنفسه، ولكنه تعالى يهيئ له دراهم يؤجر بها، يؤجر بها ذلك الفقير القوي، فينتفع القوي بدراهم الضعيف، والضعيف بعمل القوي، فتنتظم المعيشة لكل منهما وهكذا. وهذه المسائل التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة جاءت كلها موضحة في آيات أخرى من كتاب الله. أما زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنقص شرفا وقدرا من أن ينزل عليه الوحي، فقد ذكر الله عنهم في سورة طه في قوله حاكيا عنهم: أنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشد، أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره. فقول كفار مكة أنزل عليه الذكر من بيننا معناه إنكارهم أن يخصه الله بإنزال الوحي من بينهم، لزعمهم أن فيهم من هو أحق بالوحي منه بكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم. وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح كما قال تعالى: أنزل ذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أكد. فقلوب الكفار متشابهة فكانت أعمالهم متشابهة، كما قال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. نفس الكلام، نفس الجواب كان يتلقاه الأنبياء من الكفار والمكذبين من قومهم. وقال تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني لشدة التشابه بين العبارات التي كانوا يقابلون بها أنبياءهم من التكذيب والاحتقار والازدراء متشابهة حتى في الألفاظ. لماذا؟ لأنه تشابهت قلوبهم، فخرج من القلوب الخبيثة نفس الجواب الخبيث، وهو احتقار الرسل عليهم السلام. فلذلك قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا، قال تعالى بعدما بين ذلك في سورة الذريات قال: أتواصوا به، يعني كلما جاء قوما رسول يردون عليه نفس الرسل، أتواصوا به، كأنهم كل أمة كثرة كانت كوت التي بعدها، إذا جاءكم رسول قولوا له نفس هذا الأمر. هو لا يؤخذ من السياق أن هذا حصل بالفعل، لكن لشدة التشابه صار كأنهم كانوا يتواصون به، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وأما اقترحهم إنزال الوحي على غيره منهم وأنهم لا يرضون خصوصيته بذلك دونهم، فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. لا، يعني زي ما نزل عن الوحي يزل عن احنا غيره. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ولذلك جاء الجواب إيه؟ الله يعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة، اي ان تنزل عليه صحف بالوحي من السماء. اما انكاره تعالى عليهم اقتراح انزال الوحي على غير محمد صلى الله عليه وسلم الذي جلت عليه همزة الانكار
المتضمنة مع الإنكار بتجهيلهم وتسفيه عقولهم في قوله أهم يقسمون رحمة ربك، فقد أشار إليه تعالى مع الوعيد الشديد في الأنعام، لأنه تعالى لما قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أتبع ذلك بقوله ردا عليهم وإنكارا لمقالتهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم أوعدهم على ذلك بقوله سيصيب الذين أجرموا قرار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وأما كونه تعالى هو الذي تولى قسمة معيشتهم بينهم، فقد جاء في قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، من الذي فضل؟ الله. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. وقال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أوضح تعالى حكمة هذا التفاضل والتفاوت في الأرزاق والحدود والقوة والضعف، فقال هنا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقوله تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني أن النبوة والاهتداء بهدي الأنبياء وما يناله المهتدون يوم القيامة خير مما يجمعه الناس في الدنيا من حطامها. قال تعالى في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا تأملنا وجدنا أن هنا أمرا بالفرح، وفي آية أخرى نهي عن الفرح، أين النهي؟ في سورة القصص في قول القوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، المقصود بالفرح البصر، الفرح الذي يكون عن إيه؟ البصر والطغيان والاستكبار في الأرض. أما الفرح هنا فهو الفرح بالإيمان وبالهدى وبالقرآن وبالإسلام. قل بفضل الله وبرحمته بالإيمان والقرآن والإسلام، هذا هو الذي يستحق أن يفرح الإنسان به. ولذلك كان الإمام وفيع بن الجراح وكان يعني سميلا، يعني كان إذا أراد أن يبكت من كلمه في هذا الثمن يعني هو يقول له أراك سميلا، يقول له هذا من فرحي بالإسلام. أي نعم. فإذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، نفرح بالقرآن، نفرح بالإسلام، نفرح بالسنة، فهو الذي ينبغي أن يفرح الإنسان به. ويأمر الله سبحانه وتعالى بأن نبتهج به، لماذا؟ لأنه خير مما يجمعه. وقال تعالى في آل عمران ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لما مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ثم ختم ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة بشيء يبدو انه يعني طبعا مش يبدو، هو حقيقه كان واقعا في فتره من الفترات في ظل الحكم الاشتراكي او الاشراكي في عهد عدو الله عبد الناصر، يعني كان هناك يعني محاوله لتمرير مفاهيم الاشتراكيه وفرضها على الناس، وجرت علينا الشؤم والبلاء بالنظام الذي حصلت سواء من الاصلاح يسموه الاصلاح الزراعي، وغصبت اموال الناس قهرا وظلما، والقوانين الاشتراكيه وغير ذلك من المظالم التي ذاق الناس ويلاتها. فالشيخ كثير رحمه الله تعالى طبعا كان يعني يعيش في تلك الفترة في الجزيرة العربية، فلذلك هنا يشير إلى هذا الأمر الذي كان شائعا في ذلك الوقت. كان في سنة 1993 رحمه الله تعالى. يقول دلت هذه الآية الكريمة المذكورة هنا كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحو ذلك من الآيات، دلت على أن تفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية، لا يستطيع أحد من أهل الأرض الفتة تبديلها ولا تحويلها بوجه من الوجوه، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وبذلك تحقق، والعجيب ان العلامة الشنقيطي بيتكلم هذا الكلام في وقت يعني نحن هنا كنا في مصر هنا يعني كنا التلاميذ في المدارس نحفظ الميثاق اكثر من نحفظ ايات القرآن الكريم، وكان لابد اي موضوع تعبير او موضوع انشاء لابد انك ترفعه بنص من القرآن من الميثاق كأنه آية قرآنية. حتى قالت أمينة سعيد منها لله يعني قالت في يوم من الايام ايه كيف نقطع
لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق؟ تخزاها الله. يعني فكان كل كلام عن الاشتراكية وإثبات الإسلام لا يتصدم مع الاشتراكية. حتى ألف الأدب السديد أحد الدعاة الثوار المشهورين في بعض البلاد القطر الشمالي زمان في سوريا يعني. ألف كتاب اسمه اشتراكية الإسلام. وجهدوا أنجهدوا أنفسهم في أن يحاولوا أن يأتوا من الشرق ومن الغرب بدليل وبشبهة دليل وبمفاهيم حتى يثبتوا أن الإسلام دين الاشتراكية. واضح كان الإسلام تابع لمذاهبهم ولضلالاتهم. فيعني العجيب أن العلامة السكيتي رحمه الله تعالى يتفضل لهذا المفهوم في وقت كانت هذه المفاهيم يعني كأنها حقائق مقررة لا يستطيع أحد أن يناقشها أبدا. ومع ذلك هو يبهر به ويتنبأ بفشل هؤلاء. ونحن الآن نعيش بعد سنوات طويلة من حقبة الوثنية السوداء المظلمة ونراجع هذه الأيام. نحن نعيش الآن في ظل انهيار السوائية انهيارها الكامل ويعني هدمتها حتى في عقر دورها. وكيف يعني عذبت الشعوب وقهرتها وأذلتها وأفقرتها حتى نفس روسيا التي كانت منظر فقط بس بالأسلحة النووية الآن تتساوى من الشرق ومن الغرب وأمريكا تذلها وتجبرها على الركوع تحت أقدامها وغير ذلك من التهديدات التي نسمعها بين حين وآخر. لماذا هذا شؤم الشيوعية على البشرية كلها؟ الشاهد يعني من هذا الكلام أن العلامة السكوتي يتكلم في جو ما كان أحد يتكلم بهذا الكلام، بل كان الغالب والمستائف في المؤلفات والخطب والدروس والكتب والكتب والمطبوعات كل شيء في الإعلام كان يرسخ أن الإسلام هو دين الاشتراكية والإسلام يبع الاشتراكية. كانوا يعني يرجون بيت هم الحافظ إبراهيم يقول أو شوقي الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. يعني يزعمون أن محمد عليه السلام هو إمام الاشتراكية. لا هو إمام المسلمين. الاشتراكية دي جت إمتى؟ الله مستعان. يقول وبذلك يعني بعدما ذكر بقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وقوله تعالى والله فضل الله هو الذي فضل بعضكم على بعض في الرزق. يقول وبذلك تتحقق أن ما يتذرع به الآن الملاحدة المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماوية إلى ابتزاز صلوات الناس ونزع ملكهم الخاص عن أملاكهم بدعوى المساواة بين الناس في معايشهم أمر باطل لا يمكن لحال من الأحوال. مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وإنما يقصدون استئثارهم بأملاك جميع الناس. هم يظهرون للناس أن الإيه؟ أن الاشتراكية في حقيقتها تفرق وزع الفقر بين الناس بالتساوي. هذا هو يعني كما قال تشرشل عنها يعني كان نظام رأسمالي عيبه أن فيه غني وفيه فقير أو فيه رأسمالي وفيه مستغل، لكن الاشتراكية بتوزع الفرق والفقر على الناس بالإيه؟ بالتساوي. لكن هذا الحقيقة هذا الشعار المرفوع، لكن في الحقيقة هي لا، هم يريدون أن يستأثروا. لذلك كان زعماء الشيوعية يعني طوال عمرهم يعيشون حالة من السرف أشد من حالة الأباطرة والقياصرة أيام روسيا القيصرية. السرف الشديد يعني كان بريزيليف كان إيه وينسو يعني اختلاء يعني أعجب أنواع السيارات في العالم كله، اختلاء يعني السيارات بطريقة أفخم وأعظم مكان يتصور في عهد القياصرة والسالم. كل هؤلاء الناس الجبابرة يعني هم الدسعار كانوا بيرفعوا لك في الحقيقة، هم كانوا يستأثرون بهذه الأموال لأنفسهم. أيضا يقولوا مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وإنما يقصدون استئثارهم بأموال بأملاك جميع الناس يتمتعوا بها ويتصرفوا بها كيف شاءوا تحت أفكار كثير من أنواع الكذب والغلول والخداع كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالطغمة القليلة الحاكمة ومن ينضم إليها هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد، وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير مظلومون في كل شيء حتى ما كسبوه بأيديهم يعلفون ببطاقة كما تعلف البغال والحرير. كل شيء بالبطاقة وبالطابور. طبعا كان في النظام الايه يعني الشيوعي لان المبدا بتاع الشيوعيه كان ايه من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، يعني كل واحد يبذل للدوله حسب قدرته
يبذل أقصى طاقته في إخراج المنتجة ثم يوزع على الناس حسب حاجته، مثل يعني يسعى أكثر جمال أكثر، لا من كل حسب قدرته وطاقته ولكل حسب حاجته. نعم. فحتى الذي يكسبه الناس بأيديهم من الأموال يعني ما هو المقابل؟ مقابل يعني يقول هنا هذا التعبير الطريف، يعني يعلكون ببطاقة كما تعلق البغال والحمير. فقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني، يعني شعية مبنية على الفقر والتحاسب، يعني فكرة شعية مبنية على الحقد والتحاسب، في حين نظام الإسلام مبني على الإيه؟ الرحمة والمواساة والمحبة، كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأما الإسلام فنظام مبني على الحقد والتحاسب، ويعني اختلاق الصراع بين الطبقات البروليتاريا والعرف هذه الاصطلاحات بتاعتها، لابد يحصل صراع، يكون كل ما يدخلوه يعملوا هذا الصراع ليتم لهم ما يعني ارادوا يعني يريدوا في النهايه، فلما يفترضوا ان هينتهي نظام الشويه بجنه في الارض، جنه في الارض من ثمرات هذه الشويه. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه انه ياتي ناس يغتصبون اموال الناس بدعوى ان هذا فقير وهذا غني، وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوة، وأوعد من لم ينتهي عن ذلك، يعني حذاري أن كأن الله تعالى يحذر البشر إياكم في يوم من الأيام أن تحاولوا أن تغتصبوا أموال الناس لمجرد أن هذا غني ينبغي أن نغتصب ماله، واضح لأنه غني جريمته أنه غني. الإسلام ينظر هل اكتسبه من حلال أم من حرام، ثم هل يضع في حقه أم لا، يؤدي حقه في الزكاة أم لا يؤدي، واضح. فأوعد من لم ينتهي عن ذلك، فقال عز وجل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فلا شك أن قوله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك. هو الحقيقة تبقى يعني ثلاث آيات أيضا من المواضع المهمة جدا في سورة الزخرف، لكن أشعر أني أطلت عليكم في ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.